سأتحول أيضا إلى الزميلة سارية ياسين من هناك التي ستطلعنا على أبرز ما تم بلورته من مواقف على الأقل بالنسبة للزعماء والرؤساء ورؤساء الوزراء ورؤساء الوفود من القادة الذين وفدوا إلى مدينة شرم الشيخ ولا يزالون يتوافدون حتى هذه اللحظة لحضور فعاليات القمة العربية الأوروبية، فضلا عن مسؤولي الاتحاد الأوروبي. تابعنا وصول كذلك جان كلود يونكر هذا اليوم، لا أعلم إذا كانت فيدريكا موغريني وصلت إلى مدينة شرم الشيخ أم لا. سارية ربما يكون لديها مزيد من التفاصيل في كل هذه الجوانب. تفضلي سارية. نعم، شكرا جزيلا احمد. يعني بالفعل سنتحدث عن كل هذه الجوانب، لازلنا من داخل قاعه المؤتمرات هنا في مدينه شرم الشيخ، هذه القاعه التي تستقبل اليوم مؤتمر القمه العربيه الاوروبيه. لازالت عمليه توافد الوفود والزعماء والرؤساء والقاده من الدول العربيه والدول الاوروبيه، لازالت هذه العمليه طبعا مستمره. لكن الان احمد، يعني دعنا نتحدث عن هذه الاستعدادات الصحيه والتي هي جزء كبير جدا من العمل على هذا المؤتمر وهذه القمة. يعني عملت مدينة شرم الشيخ بالطبع على نشر عدد من فرق الانتشار السريع، القوافل الطبية في كافة مدينة شرم الشيخ وتحديدا هنا خارج قاعة المؤتمرات بالطبع للرعاية الصحية لكافة الوفود وكافة المتواجدين هنا. للحديث عن تفاصيل أكثر عن هذه الفرق، عن هذه القوافل التي بالطبع عدد منها موجود هنا الآن من خلفي، لا أعلم إذا كانت الصورة توضح ذلك، لكن معي الآن الدكتورة وفاء صادق وهي مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة. طبعا برحب بحضرتك دكتور وفاء، أهلا بك. يعني دكتور وفاء، خلينا في البداية نتكلم عن هذه القوافل الموجودة من خلفي، هي جزء من عملية للأمن الصحي موجودة في كافة شرم الشيخ في كافة المناطق. لو تحدثينا عن هذه الفرق، فرق الانتشار السريع وهذه القوافل أيضا. هي الحقيقة معالي وزير الصحة الدكتورة هالة زايد امرتنا ان يبقى في تامين طبي، نامن كل المؤتمر، لو اي حد تعبان او اي حاجه احنا نكون في استقباله احنا والاسعاف. الحقيقه احنا معانا فريق الانتشار السريع من الرعايه العاجله، طبعا الفريق بيتكون من طبيب جراحه عظام وفي طبيب بطنه وقلب، وعندنا صيدليه. الصيدليه دي فيها كل اللي تتخيليه من ادويه تخص جميع الناس اللي موجوده هنا بالتخصصات، وفي نفس الوقت في ادويه الطوارئ موجوده حتى معانا. والحقيقه لما بنحتاج ان احنا نحول اي حاله معانا الاسعاف، الحقيقه هي منظومه متكامله من وزاره الصحه الحقيقه بيقوموا بنشاط مهم جدا وفي استقبال اي حاله في اي وقت. والحقيقه احنا عاملين استعدادات من قبليها، على احنا جينا امبارح وجينا هنا وقفنا واستقبلنا حالات، وبالفعل استقبلنا حالات امبارح وكانت حالات كلها معظمها برد وكده، لكن احنا في استقبال اي حاله واحنا متواجدين ان شاء الله خلال ال 24 ساعه موجودين. دكتور وفاء، خليني اسال حضرتك في البدايه، ما هي اهميه ان يكون هناك او ان تكون هذه القوافل موجوده هنا تحديدا خارج قاعه المؤتمرات مع وجود مؤتمر بهذه الاهميه؟ لازم تكون موجوده، لان انا اقول لحضرتك حاجه، الناس اللي هنا سواء كانوا شرطه سواء كانوا جيش سواء كانوا ناس موجودين في المؤتمر، ممكن اي حد يتعب فجائي، احنا بنبقى لازم في استقباله ولازم على طول يتم علاجه فوري، ولازم كل الامكانيات تكون معانا. الحقيقه احنا معانا امكانيات رهيبه، الرعايه العاجله، فريق انتشار سريع، جميع الاطباء، جميع الادويه موجوده. فالحقيقه احنا في استقبال اي حاله، لو اي حد تعب احنا في استقباله، ومستشفى شرم الشيخ الدولي في استعداد لو احنا حولنا لها اي حاله نوديها. على فكره احنا حتى الانسولين حتى الامصال كل حاجه احنا موجوده معانا الحمد لله. الحقيقه احنا بنقوم بمجهود، وزاره الصحه بتقوم بمجهود، والحمد لله باذن الله ربنا يسهل والمؤتمر يمر على خير ان شاء الله وما حدش يتعب باذن الله ان شاء الله. دكتوره وفاء، انا كنت هسال حضرتك تحدثتي عن التنسيق مع مستشفى شرم الشيخ، لكن هل هناك تنسيق ايضا اخر مع عدد من المستشفيات الاخرى اذا كان هناك وجود لاكثر من حاله ربما تحتاج الانتقال الى عدد من المستشفيات؟ كل مستشفيات طبعا الطوارئ، كل مستشفيات موجوده اللي موجوده في جنوب سيناء كلها دلوقتي طوارئ لاستقبال اي حاله، مش لازم شرم الشيخ بس، اي مستشفى موجوده في جنوب سيناء في استقبال اي حاله. ماذا ايضا عن يعني هذه القوافل؟ بالطبع هي موجوده هنا خارج قاعه المؤتمرات، لكن في كافه المدينه، في مدينه شرم الشيخ، كيف تنتشر هذه القوافل؟ كيف يتم ايضا العمل مع الوفود الاخرى الموجوده بشكل متفرق والتي جاءت يعني ربما لتكون موجوده من اجل هذا المؤتمر طبعا هذه الفتره؟ الحقيقه احنا القوافل الطبيه هي ليها خطه شهريه وموجوده ومنتشره في كل مكان،
والقوافل الطبية دي بتقوم بخدمة المواطنين وقرى اللي هي تبعد عن مستشفى 15 كيلو. الحقيقة احنا بنغطي كل ده، والإسعاف معانا والرعاية العاجلة معانا. الحقيقة بقول لحضرتك احنا منظومة متكاملة تحت قيادة وزارة الصحة طبعا الدكتورة هالة زايد. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا دكتورة وفاء على هذا المجهود، ومجهود ربما كبير، مجهود واضح من خلال هذه العيادات التي تعمل على مدار الساعة منذ صباح اليوم. حتى قبل عملية استقبال الوفود كانت هذه العربات والعيادات المتنقلة، حتى أيضا عدد من سيارات الإسعاف موجودة هنا للإطمئنان على راحة وأيضا صحة الوفود وصحة جميع المتواجدين هنا من أجل هذه القمة العربية الأوروبية، حتى وإن كانوا من أعضاء ربما أو من الإعلام من الصحفيين الموجودين هنا الذين ربما تصل أعدادهم إلى ربما حوالي 1000 صحفي. شكرا جزيلا، ونعود إليك أحمد مرة أخرى. شكرا جزيلا لك سارية ياسين على الهواء مباشرة من شرم الشيخ.